أطلق منتدى شباب العالم ورشة عمل واسعة على مدار 3 أيام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف لمناقشة مبادرتي التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف وضع برنامج شامل للجمع بين شراكة القطاعين العام والخاص والشباب. على مدار 3 أيام أطلق منتدى شباب العالم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ورشة عمل واسعة النطاق لمناقشة مبادرتي تعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الورشة استهدفت وضع برنامج شامل للجمع بين شراكة القطاعين العام والخاص والشباب لتسريع وتيرة التأثير في هذا الملف الحيوي. كانت فرصة كويسة جدا إن احنا نكون موجودين هنا في المبادرة عشان نقدر إن احنا نسمع باقي الافكار، نقدم الافكار اللي عندنا، نشوف ازاي نقدر ان احنا نوري الابريشيشن للمتطوعين دول، لان زي ما شرحت لحضرتك هم ليهم دور اساسي جدا في اي نجاح بيكون ليه المؤسسه من بدايه انشائها. فاحنا كنا موجودين هنا بنسمع ال3 أيام اللي فاتوا افكار باقي الزملاء، بنشوف ازاي نقدر ان احنا نقدم الحاجه الاضافيه بالنسبه لهم. استفدت كتير جدا من كل حد شارك في الورشه دي. كل الناس جايين من باك جراوندز مختلفة بخبرات مختلفة، وكل حد كان عنده حاجة معينة ومميزة ان هو يضيفها في النقاش بتاعنا المهم اللي ليه علاقة بالشباب مصر. يعني المبادرة بشكل عام هي مبادرة من اليونيسف، وهي اوريدي مطبقة في بعض الدول ومنها الدول العربية، وهي بتتكلم بشكل عام عن ان ازاي احنا نقدر للشباب، هي طبعا موجهة اكتر للشباب وللشباب الاكثر احتياجا بشكل خاص، يعني ازاي الشباب نقدر ان احنا نوصل لهم الليرنينج كورسز او الايديوكيشنال كورسز اللي يقدروا عن طريقها في كسب المال وان هم يقدروا يكونوا كواليفايد لسوق العمل. في يومها الثالث والاخير ناقشت الورشه الاتفاق على طرق العمل، الى جانب وضع الاستنتاجات النهائيه وتحديد الخطوات التاليه بمشاركه الشباب، وذلك بشكل هادف في رحله التغيير الايجابي من خلال انشاء اطار عمل يمكن تطبيقه عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مناقشة مفهوم التطوع في مصر أو في العالم، فكرته إيه أو أهميته إيه، إزاي ممكن يفيد الشباب ويعني يضيف للمجتمعات، دي فكرة التطوع. فكرة التعليم بالنسبة لي والتدريب عشان هي ليها علاقة شوية بشغلي، فكانت مثمرة قوي في فكرة ان احنا بنناقش تحديدا التعليم التقني. الهدف من الورشة دي ان احنا نطلع بمخرج لتخيل الفترة الجاية ازاي نقدر ندمج مشروع كبير زي التعلم الكسب، بيكون بيستهدف الشباب المصري والعربي كمان، ويكون في منصة تطوعية بتشمل الشباب يعني بتشمل وجود شباب ودمجهم وتقديم لهم فرص مختلفة، سواء الفرص دي تعليمية تدريبية او تأهيل بمجالات مختلفة أو فرص تطوعية في مصر وفي العالم. تأتي هذه الورشة في إطار إعلان إدارة منتدى شباب العالم عن تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بشكل خاص، إيمانا من المنتدى بضرورة المشاركة في تخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية، كون الشباب أحد أهم أطراف التنمية. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.